إذن نحييكم متابعينا عبر قناتنا طقس العالم، نقدم لكم جديد طقس الجزائر ونشريات جوية خاصة وتنبيهات فيما يخص طقس الجزائر. إذن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف عن الولايات والمناطق المعنية بالأمطار، وبشرى إن شاء الله إلى المناطق الشمالية حيث ستعود الأمطار من جديد إن شاء الله. إذن البداية بالفترة ما بعد الظهيرة إلى المساء والفترة الليلية اليوم الثلاثاء 15 من شهر أوت، أمطار مرتقبة تكون غزيرة على أقصى الجنوب الجزائري، خاصة مناطق عين قزام وتنزا وطين وأيضا برج بجي مختار وتمن راست باتجاه ولاية إليزي ومرتفعات لوكار والتصلي. هذه المناطق ستشهد أمطار معتبرة وغزيرة جدا، يعني كل المناطق الحدودية مع دولة النيجر ومالي. المناطق الشمالية يعني الغربية ستكون معنية أيضا بأمطار رعدية والتحاق السحب الكثيفة إن شاء الله بداية من الفترة المسائية على مناطق تلمسان، عيتي وشنت، ووهران، معسكر غريزان، سعيدة وسيدي بالعباس، ولاية نعامة المشرية، عين الصفرة، ومنطقة الثورة، ولاية بشار. هذه المناطق ستشهد أمطار رعدية إن شاء الله، في بعض الأحيان قد تكون غزيرة على العديد من الولايات الغربية. إذا متابعينا الكرام، الرياح أيضا ستكون في الموعد على المناطق الجنوبية الشرقية ووسط الصحراء، ستصل سرعتها ما يقارب 55 كيلومتر في الساعة. تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.